هذا المنزل منزل الجد من بعيد. هذا لا أدري هذا المنزل تابع لمن، ولكن يبدو أنه في حالة جيدة. تخيلوا هذا الجدار، ما أجمله، شهد مواقف عديدة، قصص من الأفراح ومن الأحزان. سوف ندخل المنزل أنا والأخ أحمد. أحمد تبي نختار ندخل مع الجراج؟ ها هذا الجراج، شفك ما زال يمتلك من 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 حديد. هنا الفتحة، كنت أتذكر جدي محمد رحمة الله عليه كانت رؤيته ضعيفة، وعندما يخرج من الجراج بسيارته الونيت كان دائما يصطدم اصطدام خفيف على الجوانب. أحمد ها دخلنا الآن، السقف نازل، هذا سقف المنزل، هذا بداية من دخول الجراج. يبدو أن سكن هذا المنزل عمالة، لأني أرى كثير من القمايم، ولكنه فعلا قد هجر المنزل. وشيء محزن، منزل انبنى من والد رحمة الله عليه ويهجر بهذا الشكل. هذا الليوان، أحمد يقف الآن بالليوان. هذا الليوان، هاي أحمد، هذا الليوان، ويبدو في الأرض هنا ملح ولا لا أحمد؟ إيه شكله هنا ماخذينه، إيش يسمى الجلود، يسوون يمكن هنا عمالة سكنوا. بس ما زال الليوان، هذا يسمى الليوان يا أحمد، ها؟ شوف هذا كان السور اللي بين تشوفه، بين هذا كان العمر، بين اتوقع هو ابو عبد الله على حسب معلوماتي. هذا السور الفاصل الحين البيت، بس لا هذا كله، هذا بدايه البيت، بس خلنا ندخل داخل. انا ما ادري يعني يمكن نشوف ورا مريد الكهرباء. ايه هذه التسليك الكهرباء ما زالت موجوده، يعني شوف ما شاء الله عليها الوالد محمد كان له مهارة في البناء. تدري انه يا احمد انه هو، انا على حسب معلوماتي انه هو بنا، طبعا ساعده احد، بس تصور كان الواحد يبني. شوف العمود، عمود كيف طايح ومكسر، غرفة كارثة. خلينا نحاول ندخل، بس نبي نحاول نحتاج اضاءة. عطوني تدخل، ها ولعت النور هنا قالبا اوتوماتيك. هذه دخلنا هذه الغرفة، بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه في الاضاءة. هذه يمكن والله ما ادري، بس انه لما احد يشاهد مثل الوالد يشاهد ال 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 بسم الله، هذه غرفة ما أدري، يمكن غرفة أم منيرة. ورهم وليد طيب المغسلة. بس الإضاءة هنا ما عندنا، نتمنى كان عندنا إضاءة. ورهم وليد المغسلة. إيه هذه كانت شكل المغسلة، هذه استحدثت جديد يا أحمد. جديدة ذي؟ إيه. لا هذه. لأنها إحنا دخلنا من الليوان مباشرة، بس هذه استحدثت جديد. والقماش بعد؟ ما في قماش، نشوف. ما في، بس أكيد. يلا نطلع لليوان. مولع اللمبة هنا. ورا ذي وريد. مولع اللمبة محمد أحمد. طفى مولع. طفت. طبعا خلينا نشوف الغرفة هذه، خلينا نشوف تون المنزل. هذه برضه يمكن الوالد أبوي وريته الفيلم، يمكن يقدر يشرح لك المواقع هذه من كانت الغرفة، عرفت؟ حنا شوف لما أحمد خليك خزة على الغرفة هذه. أحمد
غز الغرفة اللي دخلنا هنا صح؟ ايه. ها ها هذه ما عرفنا غرفة مين؟ هذا الليوان. وهذا غرفة مين دي؟ ها؟ غرفة مين دي؟ ايه. هذه عندك الغرفة دي وهذه برضو غرفة صغيرة. بس هذه كانت ما زالت موجودة. تعال ندخل القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شكله كان دورة مياه. هل انه مستقبل؟ بس هذا شكله يا احمد انه مستحدث هذا دورة المياه. لا هو منهار ولي. اي بس انه هذا العمالة هم اللي بنوه. لانه من هذا ما كان موجود. وهذا برضو ليوان، شوف البيت كبير ها؟ يعني صح انه كحجم صغير بس فيه هذا الليوان الثاني. وهذا وش هذا ولي؟ بسم الله. هذه برضه هم شكله مستخدموه انهم يكون زي الجلود، تعرف الجلود، بيع الجلود ياخذون الذبايح. هنا اشوف هنا برضه غرفه، شوف كيف صغر الغرفه يا. يمكن هنا ابوي وعمتي مره طريقه كيف البناء اكيد هذه كلها معروفه. هذه مو بانه طريقه البناء، احنا امن انه يشوفون هذا المبنى اللي ولد فيه الوالد، ولد فيه عمتي، واللي بناه جدنا رحمة الله عليه. هذا أهم. بس هنا في بدأ ينهار البيت من هنا. شوف بدأ هذا اللي على حسب ذاكرتي أنا يوم كنت أتذكر هذا هو المطبخ. شفت يا ها هذا هو المطبخ. بسم الله الله. وشكله ما زال، والدليل على ذلك، تعال يا احمد تعال، الدليل على ذلك شفت السواد في الجدار ها؟ هذا السواد هذا من الدخان اللي يسمونه، شفت كيف؟ هذا المطبخ، هذا المطبخ يا ما شهد وشهد. وهذا وش هذا وليه؟ يا ما شهد وشهد الوالده منيره، الله ان شاء الله يجعلها ما تشوف الا الخير والشفاء، تطبخ هنا وتطبخ لاولادها اللي هم عمومتنا، والدعوات والاعياد. شوف كيف السواد اللي في الجدار في الزاويه. وخر يا احمد، خلينا نشوف التصوير هنا، وخر شوي. ها هذا شكله، هذا مكان الطبخ. وهذا ايش هذا؟ هذا شكله التهويه، الفتحه اللي فوق. ايه بس انه شفت السواد من الجدار ها؟ شوف حتى السقف اسود، يعني ما زال موجود. شوف النافذه بعد، شوف السقف اسود. عارف ليش اسود؟ اسود من الدخان، من الدخان الطبخ، لانه كان يستخدم. وهذا الشباك. وهذه برضه شوف الشباك اللي هنا. وهذا وش ذا وليد؟ هذا شكله زي المخزن اللي تابع للمطبخ، وممكن اللي بيشاهدون الفيلم طريقة البنت المثلث. لانه هذا الدرج، هذا درجه يسمونها. يلا نطلع الان من المطبخ. بس شيء جميل انه المطبخ ما زال يحتفظ بالمعالم والاثار ها؟ اثار الطبخ، السواد، شيء جدا جميل، شيء فعلا يحرك المشاعر. الحين نطلع من المطبخ، نبي نطلع للدور الثاني. حتى اللي برا نظيف. ها الصندوق متاكل. هذه الشنطة، هذه مو بصندوق. او شنطة. طيب خلنا في هنا غرفة، شوف هنا منهد. في هنا هذه غرفة يا احمد. تعال ندخل هنا. هذه انا والله ما ادري من تبع الغرفة. احنا كنا هنا المطبخ. وهذه الدرجة نبي نحاول ناخذ فكرة عنها. هنا يا احمد. هذه غرفة زي الصالة. شوف البيت كبير، شفت زي الصالة. بس انه وما زال هنا، شوف ما زال بحالة جيدة ها؟ شوف السقف، يعني ما زال بحالة جيدة، يبي له ترميم.
شوف 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 هذا هذا الباب. ايه الباب وهذا شوف القفل. الله يا ما الباب والباب هذا من امه يحتاج. بس بس شوف من اللي كيف جدي محمد احمد الله ما زال اثره طريقه الكهرباء. خلنا ندخل الغرفه هذه مظلمه الغرفه مظلمه مظلمه بس خلينا يمكن لو معنا كشاف. انت في حاش وليد ها قاعد في ساعتين. لا تخاف هذا البيت بيت جميل. هذا غرفه مين او ما تدري وليد هذه ما ادري احنا هذه الصاله تصميم الديكور شوف الباب كلها الباب ما زال موجود. حاول تسكر الباب يا احمد. حاول شوف طريقه. طيب خلينا نحاول شوف كانت الغرف مظلمه اول ها والله هذه غرفه بعد كبيره. اوه شوف هنا المجصه ما ادري شوف زي المخزن ها. بسم الله هذا يسوي قرص وليد خبز ما ادري والله هذا هذه يمكن تسال الوالد وش ما زالت موجوده ذي ها ما ادري ايش. بس هذا يبيله في ما زال في بعض الاثار موجوده. بس احنا عندنا الحين عندنا يا احمد هذه الصاله فيها ثلاث غرف فيها الغرفه هذه. وقف عند الغرفه الاولى عشان يتضح للمشاهد. هذه الغرفة الأولى زين لا تدخل فيها خلينا نشوف. راح انتقل للغرفة الثانية صغيرة مرة. هذه زين زين هذه الغرفة الأولى دورتني اياها. اي وهذه عندنا الغرفة الثانية صح ولا لا اللي ما عرفنا اللي فيها زي المجصة ما ادري كبير مرة. وهذه الغرفة الثالثة صح ولا لا؟ هذه الغرفة الثالثة صغيرة. الله كم عمر البيت هذا احمد؟ وصل ال 80 سنة. هذه غرفة صغيرة بس فيها هنا زي الدخان اللي يمكن كان بس ما كانت فيها مشب هنا ها؟ بس هذه يمكن لو أحد من المشاهدين يشوف الزاوية هذه ممكن يتذكر الموقع. هذه إيش كانت تستخدم؟ شفت يا أحمد؟ شوف الرف اللي موجود في الزاوية هذا تلقى يمكن الوالد رحمة الله عليه محمد الجد محمد كان يستخدم الرف السقف. وليد عرفنا طريقة التهوية. طريقة بس انت لاحظت يا احمد انه عندنا هنا بالصالة موجود ثلاث غرف صح ولا لا؟ موجود ثلاث غرف ولا فيها نوافذ. الحين بعد هذا ننتقل نبي نروح للدور الثاني ما خلصنا يا احمد. البيت قلت لك كبير يعني لا تستهين فيه. طبعا هذا الدرج شوف وليد ورهم هذا. اي بس انتبه هناك ها هذه حقه القمح المرميه. الله ارفعها يا احمد. لا هذه مو بحقه القمح شلها 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 حطها هناك عشان نشوفها. ثقيله. لا ارفعها وين ثقيله. هذه حق المجرشة. الله حقت أم منيرة. ايه. ها؟ اي مرة ثقيلة. يا أخي ودنا وليش ما ناخذها؟ نشيلها ها تبي ناخذها؟ هذه المجرشة. بس قرب يا ما أمي مقربها لك إيه. يا ما أمي منيرة جرشت فيها الجريش. على طبيعتها. حتى الصندوق هذا. حتى الصندوق. بس. هذه الشنطة. بس تلاحظ يا أحمد إنه الثقافة اللي عندنا ما يحاولوا يحتفظوا بشيء قديم. شوف شوف يا احمد حنطلع الحين الدور الثاني. انا قلت لك تعال الجهه الثانيه وليد. لا لا هنا الدرج في درج برا. لا لا هنا الدرج وننزل منه وحنا بناخذ وقتنا بس نتمنى انه لا لا ما نطلع نتمنى انه البطاريه تقدر تساعدنا وتصبر معانا قبل ما تفضي. هذا قلنا المطبخ بسم الله. حنا الحين في السطح. الله شفت هذا؟ تدري هذا ايش وليد؟
طبعا هذا اللي ايه هذا اللي احنا هذا ها هذا شوف وين هذا ايه انا اقول لك الحين هذا احنا في السطح احنا الحين فوق المطبخ شفت يا احمد احنا الحين فوق المطبخ غز عليه عطني يمين هذه اللي يطلع منه ايوه هذه التهويه للمطبخ اللي تو شفناه ويوم قلنا ما زال موجود شفت شفت الطريق ما زال موجود طريق من هنا هذا المطبخ طبعا هذه لا فتحه الباب هذه ترى مستحدثه ما اتوقع انها كانت موجود هذه كانت هذه مزرعه العمر شوفوا بنى مسلح شوف بنى مسلح ها بس الطين احلى لو هم رمموا بالطين الله شوف الاثله ما زالت موجوده تشهد اطفال واجيال واجيال ما شاء الله هجروها وتركوها طيب الحين حنا احمد حنا الحين في سطح المطبخ زين خلنا ننتقل الغرفة هذه هنا بهذا المكان ذا في ثلاث غرف هذه مين غرفته يا احمد والله هذه يمكن غرفة الوالد صالح ولا عمي سليمان ولا يمكن عمي ابراهيم كبير اظن هذا من كبير غرفة إيه؟ قلت الضيوف لا ما اتوقع ان الضيوف هنا ما نبغى نجتهد اتوقع انه احد العيال بس تعتبر هذه غرفة سويد ها إيه؟ الله شوف ما زال السقف حتى زي ما قلت الكهرباء التسليك موجود ايه هنا مكتوبة غرفة ملابس من اللي كاتب غرفة ملابس شوف بس ما زالت يعني إذا شفت ما زالت موجودة هذه قصتك غز عليه هذا الفيش أيوة ترى هذا اللي سلكها أبوي محمد شو هذا غرفة صغيرة هذه غرفة صغيرة خلنا نأخذ تصوير عشان أنا هدفي يا أحمد من التصوير إنه أحسس اللي شاهد الفيلم الآن كنه معنا الآن ها كنه يحضر هذا الموقف كيف تشعر يا أحمد كيف شعورك الله في ملابس هنا ملابس حريم ها يا الله بسم الله الرحمن الرحيم شوف هذا شوف طريقة القفل طريقة قفل الباب ايه طريقة قفل الباب وليد هذا في باب بس مشيوه هذا اللي يدخل الخشبة ايه شوف وليد وراهم المتعاب الرجال من بطا إيه؟ هذا لا هذا مو بالمثعب هذا مو هذا مدفع هذا فوق الدرجة ايه قصدك هذا ايه تصريف الموية ايه تصريف الموية يبكي هنا وينزل هنا طيب حنا الحين فوق الثلاث الغرف اللي تو وقفناها صح ولا لا؟ ايه صح هذه الشنطة اللي تحت هذه من فوق هذا اللي قلنا الغرفة اللي استحدثت صح ولا لا؟ صح هناك المطبخ هناك المطبخ يمكن ما نشوفه هنا هذا مدخل الدرجة هذا بيت العمر ندخل الان حنا الحين هذا اللي قلنا فوق الليوان صح؟ صح شوف هذه والله متاثره هنا رحنا كوليك سامر شوف هي طريقه المتعب ايوه هذا قصدك المتعب ايه انه تصريف المويه ايوه مستحدثه بس هذه شوف ما لا ما اظنها مستحدثه ذي لا شكلها قديم جديده اي بس قديمه قديمه شفت بس يحطون اسمنت عشان وراهم كبين ايه ما عشان ما يعدم بس ابيك تقف فينا يا احمد عارف وش هذا لا والله عارف لا. ها ما تحاول تفكر شوف شوف مدخل صغير وفوقه شبك وبالسطح وش تتوقع والله ها ما تقدر تخمن؟ نزل الكاميرا شو خلنا ها؟ شو طريقة البناء هنا؟ هذا طريقة البناء استسلمت؟ ما عرفت؟ هذا عارف وشي؟ هذا مسكن الأرانب
شوف حط هذا مسك الأرانب، بس شوف كيف كانوا الأولين يحطون الأرانب في السطح، شوف كان في ألفة بينهم بين ال أيوة شوف كيف، وهذا الشبكة اللي فوق ما زال موجود يغطى ويصير الأرانب في السطح، يبدأ واحد يطلع معه الشاهي. شوف أكثر من طريقة. هذه خليني نشوف الدرجة هذه إيش؟ يمكن يحطونها الحمام. ممكن مخزن. البطارية أحمد بدأت تفضي. طيب نبي نطلع الحين نترك هذا نحاول هذه الدرجة هذه اللي فوق درجة الأرانب صح ولا لا؟ خلنا نطلع عشان ناخذ تصوير عام بعدين ننزل نشوف أوريك مجلس الرجال كيف كان. مجلس الرجال كان الله، هذه يعطينا تصوير جيد. اذا حنا الحين فوق مجلس الرجال صح ولا لا؟ حنا هذه الغرفه اللي قلت غرفتين هنا موجوده، هذه انتقلنا الى طريقه بناء المثعاب. شوف كيف هذا مصور الدرجه الرئيسيه، شفتها اللي تجي من تحت سطح المطبخ، هذا هو هذا المطبخ شفناه اللي قلنا ما زال، يعني هذا البيت من حنا تصويره من الأعلى. خلنا ناخذ هنا برضه تصوير، نبغى كل من الإخوان والخوات والعيال العم بنات العم الأساس وأولاد العمة وبنات العمة يشاهدون التصوير للذكرى لأولادهم لأولاد أولادهم. هنا هذه ما زرنا الغرفة هذه، ما زرنا لا هذه ولا تحت. هذه شكل الغرفة، هذه السويد تبعت سليمان عمي سليمان. هذا السويد حلوة السويد. أيوة هذه بوريك إياها. إحنا الحين في السطح صح ولا لا؟ هذه للتهوية. وهذا الكيبل كهرب؟ لا هذه خلي الحين هذه للتهوية بس نبي نشرح، بس ناخذ تصوير بالخارج بشكل سريع. هذا اللي بيت اول ما زرناه صح ولا لا؟ يمكن لما يشوفه، يمكن لما تشوف الفيلم انت ويا ابوي يمكن يعطيك عن تاريخ عن المنازل هذه، بس انا ودي البطارية كذا تتشجع شوي. طيب شوي يلا والله هذه نزلة يلا شو طريقة بين ايه هذه شكلها شفت ما زالت موجودة. حنا الحين فوق الليوان اللي أول ما دخلنا من المدخل الرئيسي صح ولا لا؟ صح. الحين حنا فوق الليوان. طيب نبي نخلي المجلس آخر شيء. أنا تو جالس تمازحك أقول هذه السويد جناح عمي سليمان، ما أدري هل يعني يمكن من بما انه الابن الاصغر عمي سليمان ابونا محمد رحمه الله عليه بنى له الغرفه الصغيره هذه، بس عمي سليمان طويل هذه الصغيره الغرفه.
تعال احمد، في جرايد هنا، حنشوف التاريخ. الله، تعال تعال تعال، ممكن هذه تساعدنا في التاريخ. الجزيرة كم هذه التاريخ؟ مو بألف، 1945؟ لا مو معقولة، نسخة معقولة 1945 الجزيرة ذي؟ لا لا لا، ايش في تاريخ هنا؟ لا ما في تاريخ. الله، ناظر، اي والله ناظر الصورة يا قديم، حتى لابسين طرابيش زي البشوات. بس خلي ايش مكتوب، ايش تعتبر بلدة كوموسو الخضراء الزهية؟ لحظة بس ما ودنا نطيح فرق. تقدر تشوف التاريخ هنا، اليوم جل الا شوف شوف اليوم جلالة ايش؟ تقراش جلالة الملك خالد ابن عبد العزيز المقدى وفخامة الرئيس ساهارتو حرس الشرف صافح الرئيس الاندونيسي كهين مستقلة بتقديمهم صاحب السمو الملك الامير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران. ها؟ ايه بس انه ابي اشوف، ايه ناظر هنا التاريخ، هنا مكتوب كم؟ كم؟ خليني اوخر هذه، مكتوب 1397 شوال 1397 يعني في ميلادي اكيد هنا اكتوبر يا احمد، ها؟ اكتوبر 1977 ها؟ 1977 ما ادري عاد منو اللي اشترى الجديدة هذيك الوقت، بس شكلها هذه الغرفة هذه حقت ملابس، اي صح؟ علاقة يسمها وين؟ هذه هذه يمكن حقت كتب او حقت علاقة، وهذه بعد هذه علاقة. طيب الحين ترى ما بقى خلاص البطارية، يلا يكفينا نغطي المجلس. اذا شوف هذا، هذه شوف طريقة الكهرب. ايه خلاص شوف المروحة. بسم الله، الله، هذا المجلس، هذا المجلس. شوف في هنا كاتب محمد، في احد يمكن من العيال زايرين، بس المجلس يبدو بحاله إيه، ناظر المروحه ما زالت موجوده. شفت شلون شوف هذه الطريق خربت في الباب الجديد. طيب سكر الشباك، سكر الدريشه، اذا ما زال يعني الله صفرة، ها مصبوغة بويه، بس هذا القفل. خلينا لحظة يا أحمد، خلينا نشوف هذا، لو جار، شفت الجار، لو ممكن تشيل الخشبة، خليك على الجهة الثانية عشان يتضح للمشاهد. شيل الخشبة اللي فوق الجار، إيه شيلها، شيلها بيدك، شيلها بيدك، روح بيدك. طيب شفت، إذا هذا الجار ما زال، هذا اللي كان، هذا هذا طاح، انهار شكله من الموية، شفت الموية يتسرب من فوق شكله، وهنا فتحة، هذه فتحة صغيرة بس ما أنا حقت الحطب يمكن، ما أدري والله، هذه الفتحة الصغيرة على العموم. هذه كهرب وليد، إيه شوف طريق كذا، شوف إلى موجودة. هم هذه الفتحة اللي سألت عنها اللي أول، وهذه طريق الكهرب. إيه الكهرب كلها، النجفة موجودة، هذا الأوجار موجود، هذا كان على ما أعتقد، يمكن أحد المشاهدين يقدر يصحح معلومتي، أتوقع أنه هذا كان، هذا على حسب ذاكرتي هذا المجلس الرجال، المجلس الرئيسي. شوف هنا الدرج، هنا الدرج نقدر ننزل ما زال موجود، بس هذا عميق ذا يا أخي نزيره، هذا وادي. بسم الله، الدرج بس ولو مشكلة الإضاءة، إيه مشكلة الإضاءة، خلنا نطلع الإضاءة وريد، خلنا بنزل عشان يطلع شكل. إيه إيه طيب وخر عشان لا تحجبل، شوي شوي لا تطلب عشان ما يطلع الغبار علينا. مخوف والله. هم
إذن هذا الدرج ها؟ شوف كيف حط أبوي محمد الدرج فوق، يعني مدخل. وهنا في غرفة، هذه الغرفة اللي شفناها. هذه يدخل على الصالة. إيه هذا الغرفة اللي يوم قلنا. الصالة عشان مثل الضيوف. إيه هذا. ممكن يصير، ممكن هذا مقلط ولا؟ يا جل صار هذا اللي قلنا الليوان، هذا أول ما دخلنا. وهذا وخر عشان الإضاءة، وهذا الدرج اللي يطلع إلى المجلس. إذن وهذا الباب. سك الباب يا أحمد. ما يسكر. لا. طيب خليتني بالظلم أفتح الباب. الباب ما نزال يعني ما نزال نطلع الحين. بسم الله. شوف طريقة الكيبة. إيه. كيبة قرينة. إذن حنا الحين طلعنا من هنا. وقلنا هذا. قلنا هذا الباب ولونه أزرق ها. هذا وش ذا وليد؟ النافذة الدريشة. هذا اليوم تسأل أنت تقول حق، أتوقع أن اليوم تقول أنت هذا حق الحطب. إذا هذا المدخل، الباب المدخل للمجلس صح ولا لا؟ ويمكن وهذا قلنا حنا الباب أول ما دخلنا صح ولا لا؟ صح. هذه نختتم الآن الأخيرة. هذا المجرى المويه. إيه ها؟ هذه مجرى المويه. وهذه هنا هذا تصريف المويه. إيه. وهذه وليد شوف الاساسات من حصى. ياما ابوي محمد شال هالحصى وشقى ويده ويدينه تمخشت والعرق بدا يتصبب عشان يجمع اولاده واسرته تحت مأمن وتحت مكان دافئ. خلنا ننزل هنا قبل ما خلاص ما بقى الا الربع يا احمد، لازم نروح نشحن الكاميرا بالبطاريه. هذا اتوقع الساقي اللي كان ساقي كان هنا، كانوا الحريم ينزلون هنا في مجرى مويه، كان هذا عام بس انه صار فيه الحين عماله صار فيه. السلام عليكم، كيف حالك؟ عيدك مبارك. هذا كان بس غير، هذا كان في هنا مجرى مويه هنا اتوقع. و مو الا هذا وليد، ها هذا المجرى مويه وينه؟ لا كان في ساقي هنا اتوقع، هذا هو اللي السياره موجوده فيها الحين، اللي موجوده فيه كان في زي المجرى المويه، عرفت قصدي؟ يجون يغسلون مواعينهم ويغسلون الصوت. يلا على العموم اخذنا التصوير ان شاء الله الكافي، والحمد لله وفضل الله ان وجدنا البيت ما زال صامد، ما زال صامد متماسك بذكراه. وأحمد كانت لأحمد أول زيارة للبيت هذا، مع ذلك مشاعره بدأت تتحرك وبدأ يلمس جدران البيت بشكل حنون، بشكل دافئ، وما بالك الذي قد سكن في هذا البيت ولعب فيه وبكى فيه. يعني بيت فعلا نتمنى انه يبقى ويستمر ليكون معلم من معالم الذكرى لأجيال وأحفاد محمد إبراهيم الراجحي رحمة الله عليه. والآن سوف نذهب للمنزل لنشحن الفيلم، ونحتاج زيارة أخرى لفيد الراجحي ومقصورة الراجحي وبعض الأماكن الأخرى الذي ذكرناها. هل عندك كلمة أخيرة أحمد؟ لا لا أبد، بس الحمد لله استمتعنا اليوم. يلا إذا ننتقل الآن.